أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. أشكر باسم حضراتكم الداعية الإسلامي والمأذون الشرعي فضيلة الدكتور محمود المصلحي، نفع الله به. كما أشكر باسم حضراتكم جميعا هيئة القضاء العليا الموجودة بهذا العزاء وهذا الصراط المقام القرآني الكبير، مقام قبيلة المعازة، عظم الله أجرهم في فقيدتهم. أدعو حضراتكم الآن إلى التفافنا حول القرآن. هذا هو القرآن مبراس الهدى، مصدورك الأسمى المنير الأشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأخرق. علم الطبيعة والحياة وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفق، وقوام الدنيا بأقوم شرعة بين الورى بسواه لا تتحقق. فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفق. قارئنا هو العلم القرآني الكبير، علم دولة التلاوة القليوبية، فضيلة القارئ الشيخ محمود عطوان. أشكر باسم فضيلة القطب الإذاعي الكبير الشيخ محمد بسوني عوض وقبيلة المعازة بالقليوبية وشبرا الخيمة، معالي المستشار الدكتور سيادة الوزير مظهر فرغلي علي، الرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، شكر الله سعيه وعظم الله أجره. ومع قارئنا العلم القرآني الشيخ محمود عطوان، شرح الله صدره، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن اشترك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه أمه وهنا على وفصاله في عامين ووفينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي
ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني يا بني إنما إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لطيف خبير. يا بني يا بني إن الله لطيف
لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور يا بني
يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 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 على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا صائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخطئ فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن
الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله ترجع الأمور ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام ما تيسر له من سورة لقمان ومشاركة إلى قبيلة المعازة بالقليوبية وجمهورية مصر العربية ومن داخل هذا الصرح القرآني الكبير مقام تكريم حرم العمدة أسكنها الله واسع الجنان وجعلها في مستقر الرحمة والغفران استمعنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة ورائعة مجودة زكية من روائع المصحف المجود الشريف بصوت ذلكم العلم القرآني القارئ الشيخ محمود عطوان عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بطوخ بمحافظة القليوبية شرح الله صدره نشكركم جميعا ونشكر مسعاكم ونسأل الله ألا يريكم مكروها في دينكم تنقلها لحضراتكم عبر شاشات الانترنت العالمية صفحات المهندس والمصور العالمي أحمد الجعبري تذيعها على حضراتكم موجات صوتية حديثة أحدث الصوتات الموجية لقليوب لصاحبها المهندس معتز أبو المجد بصورة ضيافة المتنقلة والذي تقيم هذه الليلة على أكمل وأحدث وجه أولاد العربي مجلس الأمة وعزبة عثمان وشمر الخيمة الخدمات الفندقية المتميزة حتى نلتقي وحضراتكم والعلم القرآني الإذاعي الذي تشرفت به موجات وشبكات إذاعة القرآن الكريم براديو جمهورية مصر العربية وتلفزيونها القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض سليل الجامعة البسيونية حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه من أسرة المذيعين محمد شوقي عكاشة وسبحان من له الدوام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.